اول مره كوبايه، ثاني مره كوبايتين، ثالث مره ثلاث كوبايات، ده بيغسل القولون غسله ما حصلتش. ليه يا دكتور؟ لان في ناس عندها امساك دائما. انا بيجي لي ناس العياده بتقول لي كل اسبوع كل اسبوعين بعمل اخراج، ده ما يسكتش عليه، ده عنده قرح جوه القولون، ولد او بنت. انا قلت اللي يلحم بره يلحم جوه، اللي يلحم بره الجسم يلحم الجروح جوه الجسم. زي ايه؟ قلت البن و ها والصبار والحنه، اللي يلحم بره يلحم جوه. ها والعرقسوس، الله يبارك لك، والعرقسوس اللي يلحم بره يلحم جوه. جربت البن بقى، عملت منه حقنه شرجيه، فبقى نجيب 3 معالق بن و6 كوبايات ميه سخن. اللي عنده ألسريتيف كولايتس، قولون متقرح وبياخد علاج مش عارف ب 15,000 في الشهر، وعلاج بيولوجي وعلاج انتي بوديز ومونوكلون انتي بودي، كلام كبير بقى عشان نعوض الفلوس. وبعدين بناخد 3 معالق بن ساده و6 كوبايات ميه دافيه ونقلبهم ونعملهم حقنه شرجيه. اول مره بندي كوبايه بالحقنه البلاس الجلده دي، تاني مره نحط كوبايتين. اول مره بيغسل لغايه هنا مثلا، تاني مره بيغسل نص القولون، تالت مره بيغسل القولون كله. يبقى اول مره كوبايه، تاني مره كوبايتين، تالت مره تلات كوبايات، ده بيغسل القولون غسله ما حصلتش. ليه يا دكتور؟ لان في ناس عندها امساك دائما. انا بيجي لي ناس العياده بتقول لي كل اسبوع كل اسبوعين بعمل اخراج، ده ما يسكتش عليه، ده عنده قرح جوه القولون، ولد او بنت. يعني ولد او بنت عنده قرح جوه القولون بيعمل اخراج مره كل اسبوع ومره كل اسبوعين أو لا، ما ينفعش. واضح؟ طيب يبقى عملنا من البن ضمادات نحطه على الجروح على القرح، ها، ونحطه على الاورام ونحطه في حقنه شرجيه داخل الشرج اسمها حقنه البن لعلاج القولون المتقرح والامساك المزمن وايه كمان وسرطان القولون. اكتشفت اكتشاف جميل قوي مع القرنفل.